إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم تفسير الأحلام. ومما ورد من المنامات والرؤى والأحلام، أحلام من قسنطينة تسأل، الأخت أحلام من قسنطينة تسأل تقول: رأيت في منامي أنني أنجبت طفلا ذكرا وكان يرتدي لباسا أبيضا وكان النور يشع منه، وقد أخبرتني الطبيبة بأنه طفل من الجنة، كما أنه أعجب الممرضين وكل من رآه، وكنت جد فرحة، فما هو تفسير هذا المنام؟ علما أنني في الواحد والعشرين من عمري، وأنا متزوجة وحامل في الشهر الخامس. خيرا رأيت شرا كفيت. هذه الرؤية وإن صدقت والعلم عند الله، يعني واضحة المعالم، وهو نسأل الله عز وجل أن ترزقي الولد كما ورد في هذه الرؤية. نعم، يبدو أنه معنا اتصال. كلثوم من معسكر. نعم نعم أهلا وسهلا بكلثوم وبأهل معسكر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصرك شيخ؟ الحمد لله، الحمد لله، الصحة لبس، الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله، تفضلي. مرحبا خويا. ونمت المنام كواحد زميل تاعي في العمل. نعم. من بعد طاح زعما طاح في البير. البير نعم. هذاك غامق بزاف. من بعد ما لقاش حتى واحد يسلكوه، جاو زعما لابوليس وكاع باش يسلكوه، ما بغاوش يسلكوه، يتفرجوا فيه، دايرين على البير يتفرجوا فيه. نعم. ومن بعد جيت انايا قلت لهم وخروا دوكا انا نسلكو. قال لي واحد، نطق واحد عندي، قال لي يا انت يا تسلكي، كيفاش تسلكي هكذا؟ قلت له انا نقول لكم وخروا من ثم انا نسلكو. شديت زعما شعره من شعر تاعي زعما طويل شغل الحبل، لحت له شعره وحده وقلت له شد فيها وطلع، شد في الشعره تاعي وطلع، وكي طلع لعندي ومن بعد جا الشيخ تاعي جبد السيف، كيف قال لي دوك نقطع لك راسك، علاه طلعتي هذا السيد، علاه نحيتيه من ثم، احنا ما بغيناش نطلعوه وانت علاه طلعتيه؟ وجا يضربني بالسيف وانا طابست في الارض. من بعد من ثم كي رحت هكذاك شغل الواد، رحت للواد وهذاك السيد كان جال عندي ودس راسه في حجري وراني نوسيلو في شعره هكذا، وجا ثاني الشاف ثاني كيف كيف. نعم. الشخص اللي جال عندي قال لي اسمعي اروح تغسلوا لي الصوف. قلت له استنى دروك نجي نغسل لك الصوف. رحت درت زعما شغل قلت صغيره هكا ثم نغسل له في الصوف هذاك. من بعد كي جا كي غسلت له الصوف خلاص خرجت، وجا ثاني كيف كيف جاب الثعبان الحنش وجاي لفولي على ظهري، قال لي هذا الحنش دوك قبيله ما قصدكش، دوك هذا الحنش هو اللي يبلعك هكذا انت حية. نعم، هذا هو الحلم تاعي. من وقت شفتي هذا الحلم؟ عندي بوك وقت شفته ولا واش ما وقت شفتيه؟ نعم وقت شفتيه. نعم الرؤية هذه كاملة وقت شفتيها، هذا المنام كامل وقت شفتيه؟ شفتها بين الزوج للثلاثة. لا لا، يعني عندك نهار نهارين ثلاث أيام ربع أيام شهر عام؟ لا لا، عندي بوك أكثر من شهر. اي نعم. قلتي لي هذا المنام عندك زميل في العمل؟
عندي زميل تاعي في العمل. وعلاقتك به كيفاش؟ علاقتي به نورمال عادية، ما معاونتيهش في أمر دين أو دراهم؟ شنابك هذي ما كانش حصل شحال من خطرة حصل. أنا صفتي أنا نساعد كاع الناس اللي محتاج نساعدهم. أنا ما نسألكش عن الناس، أنا نسألك على هذا الزميل اللي في العمل، سلفتي له دراهم وعاونتيه ولا لا؟ لا ما عاونتيهش في الدراهم؟ لا عاونتيه في أشياء أخرى غير الدراهم؟ عاونته في المشاكل تاع الدار، في نعم مشاكل تاع داره. نعم نعم وطبيعة علاقتك معاه ما سبتلكش مشكل في دارك؟ لا لا ما سبت لي حتى مشكل في داري. الحمد لله. حالتك الصحية مليحة؟ صحة مليحة الحمد لله، شكرا ربي. الحمد لله. ما كي تعالج حتى من حاجة؟ ما عندكش آلام هكذا تتكرر في جهة ظهرك مثلا؟ ما عندي حتى حاجة توجعني. الحمد لله. حالتك الصحية مستقرة؟ مستقرة الحمد لله. أي أنت متزوجة يا أخي؟ متزوجة، عندي زوج أولاد. ما شاء الله عليك ما شاء الله. وامورك العائليه قائمه بها يعني؟ مش العمل مش مؤثر لك على واجباتك في الدار؟ لا لا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. عندي زوج دريرات والراجل مستوفى. نعم. ما عندي حتى مشكله في الدار. نعم. مع سلافي ولا سلافاتي الحمد لله. عاودي قلتي لي الراجل تاعك متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. اي الله يرحمه. وما كاينش معوله تتزوجي؟ لا. ما كيش تخمي في الموضوع؟ لا لا إلا كتب ربي حتى نزيد عنده. وشنو؟ إلا كتب ربي. نعم. حتى من نهار يدفنوني عنده. إيه يعني حابة تكوني معاه ومحافظة على صلاتك؟ الحمد لله. الحمد لله. محافظة على صلاتك مليح؟ لا الحمد لله. ربي يحفظك وشكرا. وبقي معايا دوك نعبر لك هذا الرؤية. صح بوك السير بقاي معايا برك تبعي من الشاشة درك إن شاء الله تعبر لك الرؤية. على كل هذه الرؤية إن صدقت والعلم عند الله تدل على أنك إنسانة كما ذكرت يعني تعيني، لكن ينبغي أن تنتبهي في الإعانة إلى مسائل مهمة جداً، وهو أنه الإنسان لا يكلف نفسه فوق الطاقة، فوق الطاقة، لأنه الشعر عادة لا يجبد، يعني ما يجبدش الشعر، فدل على أنك أحيانا تستخدمي وسائل غير مشروعة أو أشياء يعني غير مشروعة، يعني في مسألة الوسائل، والوسائل لها حكم الغايات، بمعنى لابد الإنسان ينتبه لهذا الأمر. ومسألة الثعبان هذا انتبهي لمسألة طهارتك ومسألة يعني الدخول بيت الخلاء والخروج منها، ومسألة أيضا الغسل أيضا تنتبهي مسألة أيضا للطهارة، وأن تكثري من الدعاء يعني بصالح العمل للزوج نتاعك وأيضا لشيخ زوجك رحم الله الجميع. يعني إن صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله أن تنتبهي لمسألة الإعانة، أن تكون الإعانة مشروعة بوسائل مشروعة والعلم عند الله. قلت نكمل حلم أحلام أو الأخت أحلام من قسنطينة تسأل في منامي أنني أنجبت. نعم قلنا طفل، ونسأل الله عز وجل أن إن صدقت هذه الرؤية وبخاصة أنك حامل في الشهر الخامس أن يتم هذا الحمل وتتم من بعده الولادة وترزقين الطفل أو يكون لهذا الطفل شأن. هذا هو الرمز المهم، ويكون له علم وله فطنة ويكون له دين، لأن اللباس الأبيض في الثقافة الإسلامية العربية محبب وهو رمز للدين، لأن الدين سترة ورمز للإيمان، وبخاصة إذا كان لونه أبيض. الأمر الثاني نور، العلم نور والجهل ظلام، أيضا النور يدل على وجود العلم، بمعنى أن هذا الطفل ومسألة أنجبت أيضا أنه يكون نجيب
ذكي ويرزق الله عز وجل العلم، والعلم عند الله، بمعنى أنه وأيضا وهذه مسألة مهمة لأنك ذكرت عجيبة الممرضين، يكون أيضا محبوب لدى الناس، يعني من مما يتصف به هذا الغلام من صدقة هذا الرؤيا والعلم عند الله أنه يكون محبوب بين الناس، يعني كل من رآه يصر به، وكل من رآه يستبشر خيرا به، ويحس وكأنه يعرفه من قديم وكأنه قريب له وهكذا. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما اختلف منها تلف. ومسألة القبول في الأرض هذه مسألة مهمة جدا، الله عز وجل يرزقها من يشاء من عباده المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي أو أحب إلي مما تقرب به عبدي إلي مما افترضته عليه. فما زال عبدي يعني يجعل النوافل أو يعمل نوافل حتى أحبه، حتى إذا أحببته كنت السمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طبعا ويقول لجبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فيقول جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني إذا صدقت هذا الرؤية والعلم عند الله أنه يكون حبيب، يعني محبوب لدى الناس، وهذا من الله، وهذا من نعمة من الله عز وجل. فحافظي على تربيته وحاولي تربيه التربية الحسنة حتى يوفق والعلم عند الله، هو بشارة خير لك. يبدو أنه معنا اتصال. وردة من باتنا. ألو. أهلا بالأخت وردة وبأهل باتنا، تفضلي. مرحبا بك. سلام الشيخ، ما سمعتكم ليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تسمعيني الآن؟ تفضلي. مرحبا بك. نعم. أنا بس تسلي الحلم لي. تفضلي. نعم. خيرا رأيتي شرا كفيتي. نعم. نعم تفضلي، وش شفتي؟ بنتي صغيرة حلمت، عندها 20 سنة. نعم. حلمت زوجة براس. نعم. من أهل باباها بصح ما تعرفوش مليح. نعم. وعاد حملت منه عاد توحم. نعم. ومن بعد شافته ما هوش مليح هكا، شافته كبير في السن وما عجبهاش. نعم. هي اللي شافت هذا المنام ولا أنت؟ هي اللي شافته. طيب هذا مكان ولا كاين؟ خلاص هذا هو المنام. كاين احلام قلت لا 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 خليني في هذا، خليني في هذا، هذا هو. اي هذاك هو. هذا انت في الحقيقه بنتك هذه راكي تكلمي فيها على الزواج؟ لا لا ما كنتش تتكلموا في مسائل الزواج والو. لا لا مازال صغيره، مازال تقرا. خطبوها ولا مازال؟ في كاين اللي خطبوها ما بغاتش. اي لا من فاميلة باباها كيما راكي تذكري، من فاميلة باباها. لا لا ما خطبوهاش. من فاميلة جهة اهل باباها يعني. ما خطبوهاش. اي طيب قلتي لي خطبوها ورفضت، هي اللي رفضت ولا انتم؟ هي. انتم قبلتوا؟ احنا قلنا لك كما حبيتي. لكن انت في الحقيقه حابتها تتزوج مفروض يعني. ايه. ايه وقلتي لها هذا يعني يا ريت لو تتزوجي والامر ليك، دبري راسك ان شاء الله كيف جاك ولد الحلال ولا لا. لا نعم ابقاي معي ان شاء الله وتشوفي هذا ان شاء الله خيرا. رأيتي شرا كوفيتي يا الأخت وردة من باتنا. هذا لا يعد رؤيا يا الأخت وردة من باتنا، وإنما هذا حديث نفس، هذا لا يعبر، هذا حديث نفس. يعني الطفلة في سن الزواج وطبيعي أنه تخمم في الزواج، وأمر عادي جدا وطبيعي جدا أنها تخمم في الزواج، وبخاصة أنه تقدم لها يعني وعرض عليها هذا الأمر. وطبعا في كلام الناس عادة أو في كلام الأهل وكذا، جهة فاميلة باباك فاميلتي ماك كذا، ويوقع في هذا ويركز في لا وعيها طبعا، ومن بعد تشوفه في شكل علامات مرمزة. ولذلك والعلم عند الله هذا لا يعد رؤيا وإنما حديث نفس، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم موسى من العاصمة يستفسر:
الأخ موسى من العاصمة يستفسر، يقول: رأيت في منامي أنني أمرت عمالي أن يقوموا بحفر بئر، لكنهم أخبروني بأنهم لم يجدوا فيه ماء، فقمت بالدخول فيه لأجد المكان مغطى بكيس من البلاستيك، فقمت بانتزاعه وبدأ الماء في الانتشار. فما هو تفسير هذا المنام، علما أني أبلغ من العمر 45 سنة وأنا تاجر ولدي بعض المشاكل؟ خيرا رأيت شرا كفيت. طبعا الشواهد داخل الرؤية، حفر البئر من الأمور المحمودة لأنه رزق للناس، ومما ينتفع به الناس مسألة الماء، وأيضا مما يؤشر ويدل على مسائل الصدقات أو الحبوس بمعنى الأوقاف أو الوقف، أيضا فيما يدخل أو ما يعرف بالصدقات الجارية. لكن هنا سوف نبين لك أمر، دائما مسائل العمل الصالح لا بد أن يباشرها الإنسان بنفسه، وحتى في الدارجة احنا نقول اللي عينه في البركة في البركة يتناولها بيده، يعني هو يباشرها، وهذا أمر مهم جدا، لأن الله عز وجل تعبدنا نحن، يعني كل الله عز وجل تعبد إنسان في ذاته، يعني لا بد أن يقوم بهذه العبادة لله عز وجل ويباشرها، إلا أن تكون مش في مقدور أن يباشرها، لا بد من الناس، هذا ما يعني ما فيش مشكل. لكن هنا وين يظهر إشكال، لأنهم لم يجدوا ماء، لكنك لما دخلت أنت وشفت المكان وانتزعت الكيس هذا اللي ذكرته وهو عائق، ها وجدت الكيس من بلاستيك، وجدت الماء وانتشر الماء والحمد لله. طبعا وهذا يدل، انت ذكرت هنا انه عندك بعض المشاكل، بعض المشاكل هذه اللي راك تتكلم عنها انت وكلت فيها ناس، بمعنى ما باشرتش مسألة حل المشكل وما دخلتش في الفعل حقيقة، وهذا اللي لابد ينتبه له الإنسان، انه كل واحد منا يريد أو له أماني وله تطلعات وله رغبات، لكن يبقى يدور في هذه الدائرة فقط وما يدخلش في الدائرة المهمة، وهي ما الذي ينبغي أن أقوم به فعلا، يعني لا بد من فعل. ولذلك يقول كريستوفر كوفي، يقول أن للإنسان دائرتين، دائرة اهتمامات ودائرة تأثير. دائرة اهتمامات أريد أن أنجح، أريد أن أكسب مال، أريد أن أكسب وظيفة، أريد أن كذا، أريد أن أدخل الجنة. وفي المقابل دائرة التأثير اللي هي دائرة الفعل. فقال إذا أراد الإنسان أن ينجح لابد أن يخرج من هذا الدائرة، دائرة الاهتمامات والأحلام الوردية هذه، ويدخل في دائرة الفعل، يعني يدخل في الفعل ويتعلم ما الذي ينبغي أن يقوم به ويقوم به. لما يدخل في الفعل خلاص تحل الإشكال. ولذلك أنت تحاول أمر لكن لم تأتي أسبابه الحقيقية، وإتبان أسبابه الحقيقية هو أن تدخل في الفعل، بمعنى أنه إذا أردت حل هذه المشاكل، ما دام ذكرت لنا قارنة المشاكل أو شاهد المشاكل، يعني معليش يعني نعبروا لك لأنه فيه أوجه لهذا، فيه أوجه لهذا الدلالة، يعني نأخذوا لك هذا الوجه اللي هو مسألة المشاكل، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنك. ولذلك لا بد أن تدخل في الفعل، وهذا فيه بشارة خير لك، ولعله من بين أسباب اللي تحلك المشكل مسألة الصدقة وفعل الخير والتصدق، لأنه هذا فيه رمز مسألة الصدقة الجارية ومسألة الإعانة أو ما يعرف بالصالح العام، لأنه عادة البئر يستسقي منه عامة الناس والعلم عند الله. لم يبقى معي أيها المشاهدون الكرام إلا أن أشكر لكم طيب المشاهدة وحسن الإصغاء، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.